مساء الورد والياسمين والعسل والجمال يا عسل. سعيد العطسه ما تكسر تكسر مني يا بنت. ده النهارده ليله، هي الليله وليله الليالي. بصي هتشوفي سواد حدوته. حدوته؟ هتحكي لي حدوته ايه؟ حدوته؟ اه مين الحدوته؟ ايه بنت انت متجوزه قبل فضيله؟ لا حدوته ليله العمر حاجه تانيه. بس انت بس خلعينا شويه الشغل ده. طب هغيره اجيلك. الله اوعى تيجي وراه. استنى ما كلهم بيغيروا مع بعض في الاول، في اول يوم هغيره واجيلك. يا طالع بتغير ايه؟ بتكسف يا بنت. جوزت سويت طعم فيه ايه يا طالع؟ بس انا فايق. ولا النهارده انت مستنيها بقالك 30 سنه. روح وعازين كتير. ومين تاني؟ ومطربه بتاع اليومين دول جت وغنت. اسمها ايه؟ مش عارف يا فندم. يعني ايه مش عارف؟ ما سالتش ليه يا حسن؟ سالت يا فندم. اسمها ها؟ فلة ورده. ورده؟ قصدك ياسمينه؟ ياسمينه يا فندم. طب روح انت دلوقتي. تمام يا فندم. برضه مش عايز تصحى؟ بصالي بصالي انت مش مشغل السخان ولا ايه؟ انا كملت فيه ايه؟
نمت سبتك لوحدك. ده اللي الحراك ده انا في شدة للحراك ده. طب انا بقولك ايه، رايح حبة بس واكمل معاك. قوم يا اخويا انا عايز اخش دنيا. قوم. طب ما انا زينا وعهد الله نفسي اخش دنيا والحد اخيرها، بس هي ركبي بس هي اللي ما كانتش مساعداني. طب حضرتك ولدك؟ لا زينة، انا طلعت يا زينة، انا ليا اسمي، عيب عليكي. هتموت يا زينة النهاردة، هتشوفي وجسمك وهو بيتطاير في الأوضة دي يا زينة. هتنجز ولا نام؟ تنامي؟ اه. اه ما انت برضه ليكي حق. بص يا ماما، نوم تاني مفيش، الليلة دي صباحي، الليلة ليلتي يا ماما، هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه. انجز ويلا يلا. ماشي، بس انت قومي بس اضربي لي كده شفشق قهوة عشان حاسس انها لفة معايا. يلا بقى قومي نشوف اخرتها معايا. يا انت فوطة معاكي وانت جاية عشان لو هتطلبي مية تاني. تعالي نسلم على مستر سيدو. صباحو. يا اهلا باحلى البنات. يا اهلا يا مستر سطوحي. ايه الغيبه الطويله دي؟ شويه مشاغل. مستر سطوحي كتر خيره لما عرف ان عندي فرح النهارده وما رضاش يخصمني اليوم، وقال لي لازما حتما اجيبك في ايدي واجي. الله، احنا عندنا كام سوسه؟ ان شاء الله يخليك. وليه يا سوسه؟ والواد صاحبك اللي اتعرفت عليه عندنا في المحل اللي اسمه لؤي، ما بقاش يجري هو واصحابه. معرفش. لا تقول لهم ييجوا، دول كانوا بييجوا يعملوا ترابيزه تقيله وبينفعوا المحل وهتستنفعي برضه. حاضر يا مستر سطوحي هقول له. ايوه كده، حب الحريم اللي عارفه مصلحتها. اليوم محاكمه مخبري سيدي جابر ووقف احتجاجيه للقوى الوطنيه. تنظر اليوم محكمه جنايات الاسكندريه وسط اجراءات امنيه مشدده قضيه مقتل الشاب خالد سعيد في 7 يونيو الماضي، ووجهت النيابه الاتهام الى امين الشرطه محمود صلاح والرقيب عوض اسماعيل، ويعملان في قسم شرطه سيدي جابر باستعمال قسوه والقاء القبض بدون وجه حق والتعذيب البدني لخالد سعيد. من جهه اخرى حصلت شروق على نص التقرير. دم خالد سعيد مش هيروح حضر، بإذن الله مش هيروح حضر. اللي بيحصل ده لازم يبقى له نهاية. ارحميني من السياسة بتاعتك دي شوية يا سهام. يا شيخ ارحمي نفسك انتي من المذاكرة دي. ايه؟ انتي مش خدتي البكالوريوس؟ لازمتها ايه الدبلومة اللي انتي قاعدة تعملها لنا دي؟ مفيش شغل يا سهام، اقعد فاضية ولا اعمل حاجة مفيدة؟ المفيد انك تنزلي تشتغلي، انزلي دوري على شغل. ما انا لما اخلص الدبلومة يمكن الاقي شغل احسن. بقول لك ايه يا سهام، هو انت مش ناوية تصالحي دينا ولا ايه؟ اصلح دينا؟ انا كنت عملت لها ايه يعني عشان اصالحها؟ ليه يا سهام انت نسيتي ولا ايه؟ من اخر مره اتخانقتي معاها وهي ما عتبتش البيت هنا خالص. هي حره براحتها. بس احنا بقى عايزين نصالحكم على بعض. بص يا سهى، البت دي بالذات بت تافهه وانا ما بحبش الناس التافهين. يا سهام دينا عندها ظروف وحشه وعندها مشاكل في حياتها الاجتماعيه. طب وانا اعمل ايه يعني؟ ما كلنا عندنا مشاكل. ما انا اهو عندي مشاكل في بيتي وعشان كده قاعده معاكوا هنا. طب وبعدين يعني هتفضلوا زعلانين كده مع بعض على طول ولا ايه؟ انا مش في دماغي. طيب ما عندكيش مانع انك تصالحيها؟ اصالحها بقى واعتذر لها والكلام ده؟ ثم ان انا اصلا ما غلطتش في اي كلمه قلتها لها. يا ستي بسيطه، انا اعتذر لها بالنيابه عنك. الو؟ ايوه يا هاب. سيدي يا سيدي، الحب الحب. طيب انا هخش اكلمك من وقتي. بقول لك ايه؟ ايه؟ خدتي بالك من الفلوس اللي بقت مع دينا؟ اه. جابتها منين؟ ما احنا كلنا عارفين البير وخطاه. معرفش يا سهام، ما بحبش اسال. ده بقى هيبقى مكتبك من النهارده. الله، مكتب حلو قوي. يعني مبسوط يا هاب؟ اه طبعا، ده انا كفايه ان انا هبقى جنب سعادتك. الله يخليك. لا ولسه هتنبسط قوي معانا، بس خد بالك الشغل في الجيزه هنا كتير. وازاي الشغل في اسوان؟ ما انا فاهم طبعا. طب هسيبك انا بقى تاخد على المكان وبكره هجهز لك الشغل بتاعك. لا انا جاهز وعايز ابتدي الشغل من النهارده. ياه كده؟ طب شايف الملفات دي؟
دول بقى القضايا بتاعتك، ابدا بقى اشتغل فيهم. طب واللي عايز ياخد على الجو النهارده يعني يعمل ايه؟ الملفات قدامك اهي، ابدا سمي الله بقى كده واشتغل فيهم. شوفي بقى يا دندون يا حبيبتي، احنا اكيد اخوات، والاخوات لما بيزعلوا من بعض اكيد بيرجعوا يتصالحوا، ولا ايه يا جماعه؟ واحنا عايزين نصالحك على سهام. صدقيني والله دي سهام طيبه جدا. يا سلام، وانا يعني اللي مش طيبه؟ لا طبعا يا حبيبتي ما اقصدش، انا اقصد يعني ان سهام دايما اللي في قلبها على لسانها. انا بس اللي بيزعلني منك ان في خلاف بينا كبير، انا مثلا بهتم بالشان العام، اما انت لا. الشان العام؟ الشان العام؟ انا مالي ومال الكلام الكبير ده؟ ما كل واحد يخليه في روحه احسن. اه كلامك ده بقى اللي بيزعلني منك. ايه جرايه يا سهام، انت عارفه ان احنا عاملين القعده دي علشان نتصافى ولا ايه؟ بصراحه انا بيزعلني منك انك محبطه وما عندكيش استعداد للتغيير، ما عندكيش امل في بكره انه يكون احسن، لا عايزه تتحركي ولا تقدمي ولا حاجه فيكي تكون افضل. سهام كده القعده بقى ما بقتش مصالحه، دي قلبت معاتبه. واضح ان انتوا جايبيني هنا عشان تأنبوني. لا لا لا، احنا عاوزين المايه ترجع للمجاريه تاني وترجعي الشقه تاني. لا معلش، انا مرتاحه في الشقه اللي انا واخداها دي، قاعده لوحدي ومكبره دماغي. قعدتك في الشقه دي في حد ذاتها غريب، يعني بعد حالتك النفسيه في الفتره الاخيره. معلش سيبوني على راحتي. طيب بقى تعالي زورينا على طول. اه هاجي ازوركوا عادي يعني مفيش مشكله. يعني صافي يا لبن حليب يا قشطه. طيب مدام صالحنا بقى، كنت عايزه اسالك على حاجه، انت بتجيبي فلوس شقتك دي منين؟ بتصرف يعني. اصلا انا ملاحظه يعني انه اللي... بقول لك ايه يا سهام، انت طلبتي حاجه عشان نشربها ولا طب ايه؟ طب انا هشد بقى عشان عندي محاضره خفيفه كده لازم احضرها عن اذنكم. ماشي حبيبتي، باي باي. طب حد بقى يقول لي دلوقتي في ميعاد محاضرات ايه ان شاء الله. قومي يا زفت، وادي طالع. يخرب بيت سنينك زهقت منك. وزمان اهلك واخويا جايين ناقصين. ايه اللي جابك هنا يا زين؟ اللي جابني هنا؟ جابني حظي الاسود عليا وعلى سنيني السودا، جاتك ليله يوم عرفتك. ولا هيجيب اهلي هنا دلوقتي؟ قال هيجيبوا فطار العرايس. لا لا لا، مش طلبوها بعزيزة، كلميهم وقول لهم مفاضلهم مفاضلهم، قول لهم ما يجوش. اهم جم، اصحى بقى والبس، اصحى بقى يا طلع. طب اخرج افتح لهم. انا العروسة بخرج في الاخر. يا ستي انت هتعملي لي فيها بنعمل مسرحية وانت البطلة الاول والاخر؟ قوم افتحي لهم وانا هجهز واجيلي. فوق وحصلني بلا سودة عليك. ايه ده؟ ده اللي كان فرح امبارح، بس كان لحد فين؟ اللهم صل على النبي. ألف مبروك يا عرايس. الله يبارك فيك، تعبتي نفسك ليه بس يا خالتي؟ تعبك راحة يا دنايا، يا اختي بنت زي القمر يا اخواتي زي القمر. منورة يا خالتي. ايه ده يا ولاد؟ بدر منور يا زينة، اسمع على مسمى يا بنت، مبروك. الله يخليك يا عمي منور. الله يخليك. صباح الفل يا أحلى زينة في الدنيا. صباح مبروك يا حبيبتي، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا طارق. مالك يا بنتي في ايه؟ لا أنا كويسة مالي. يعني حاسك مش مظبوطة كده، في حاجة؟ خلاص يا طلبة يلا بقى. طيب تعالى. بسم الله ما شاء الله، شفت القصر بتاع ابني كله من خير. اسكتي يا وديه محسن من الاصحاب. الله اكبر في عينيك يا اخويا وفي عينيا. امال عريسك فين يا ست زينه؟ بيفوق وجاي. منوره يا خالتي. ربنا يخليك يا اختي. دعانا ولعت عيني ولعت عيني طلعت. مبروك يا عريس. حبيبي يا ابني. ازيك يا عمر؟ ازيك يا عيني؟ مبروك يا حبيبي. قمر. اه انت يا حبيبي اللي قمر، مش انت العريس؟ انا قمر. ايه الاخبار يا بلال؟ هتطمني يا ابني. اكلنا مصمم تولع فينا برضه. ازيك يا ابو نسرس؟ صباح الفل يا طلعتي. مالك يا حبيبي؟ تعال تعال عشان عايزك في موضوع كده انا وانت لوحدنا.
يا عم طب بلاش تخطفني كده. تعالي يا خالتي تعالي. اسمع يا طلعت، انا في كلمتين كنت عايز اقولهم لك امبارح، المفروض كنت اقولهم لك امبارح وما عرفتش، لازم اقولهم لك دلوقتي. ارغي البت تحطها في عينيك تصونها، عارف لو حاجه لمستها ولا حاجه ضايقتها ولا حاجه جات لها كده او كده هقطع رقبتك. تمام. قديم قديم قوي، افلام ابيض واسود. ايه يا عم جاي لابس ابيض واسود وبتقول كلام ابيض واسود؟ ايه مالك يا عم انت؟ مش انا برضه اخو العروسه والمفروض نقول الكلمتين دول؟ يا ابني ده اصول لازم تفهم، انت حمار. تبرخ خلاص، تركز مع البيت. المهم دلوقتي عايزين نركز في الشغل. نركز في الشغل. عايزة ايه يا ياسمين؟ عايزك ترجع البيت. بيت ايه؟ مش هرجع طبعا. بيبي انا اسفة، انا عارفة اني زعلتك بس انا بغير عليك. البيت وحش قوي من غيرك، قضيت ليل طويل قوي معرفتش انام. انا محتاجاك، ممكن ترجعلي النهاردة؟ هتجيلي دلوقتي؟ ماشي حاضر ماشي، يلا سلام. الواد خالد فين؟ معرفش خرج ومعرفش راح فين. الفلكس ضرب مش قادر. بيبي ما فتحتش مفتاحك ليه؟ يعني قلت ما يكون عندك ضيوف ولا حاجة. لا قادر اقابل حد ولا اكلم حد من غيرك. ممكن ما تزعلش مني؟ ومين اللي مزعل مين؟ ما انت اللي مزعلاني يا بيبي. بغير عليك، ما تزعلش مني عشان خاطري. وايه اللي ما تزعل؟ انت كل شويه تعملي حاجه تضايقني وبعد كده تيجي تقولي ما تزعلش مني، هنفضل على كده كتير؟ ما يبقاش قلبك اسود. خلاص بقى انسى اللي فات وابتدي صفحه جديده. اوكي؟ اوكي. وحشتك. يا نهار اسود. سوسو حبيبتي البيبي ده لازم ينزل، بس انا عاوز ارعى عيلته، مش عاوز اتسلم. مش هينفع مش هينفع يا سوسو، مش هينفع. بقولك يا سوسو، انت لو عايزاني نفضل مع بعض ومن غير مشاكل يا بنت الناس يبقى تسمعي كلامي وتمشي ورايا. انا عاوز اتجوزك رسمي، عايز اعيش معاك، اعيش خدامه تحت رجليك. ومين قال يا حبيبتي ان انا مش عايز احقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه؟ حاضر يا سوسو، حاضر يا حبيبتي، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس استنى عليا لما اخلص الدراسه. انا لسه برضه بدرس في الجامعه، استنى عليا اخلص دراستي وبعد كده نبقى نتكلم في اللي انت عايزاه. ما انت ما يرضيكيش برضه ان انا اتعطل عن الدراسه يا سوسو. وانت يرضيك ان احنا نخطب ربنا؟ ومين قال ان احنا بنخطب ربنا؟ مين قال ان احنا بنخطب ربنا؟ يا حبيبتي انت مراتي، مراتي حلالي، اساليني انا. وبعدين هو انا عمري قصرت معاك في حاجه؟ ما انت اللي بتطلبيه بتاخديه. انا مش عاوزه حاجه، مش عاوزه فلوس، انا عاوزاك انت، انت
انا عايزه العيل اللي في بطني. صعبه دي؟ مش صعبه، بس مش وقته الكلام فيه دلوقتي. امال امتى وقته يعني؟ قلت لك لما اخلص الدراسه. اخلص دراستي وبعدين ابقى نتكلم في اللي انت عايزاه كله. اسمعي كلامي يا سوسو، اسمعي كلامي ومش هتندمي. من غير ندم ولا احزن. حاضر حاضر يا ابن الزواج، هنفذ لك اللي انت عاوزه. يا ماجد ما تدخل تنام جوه في اوضه النوم، انت نايم على الكنبه كده ليه؟ ماجد ماجد ماجد، مالك يا ماجد؟ في ايه ماجد؟ ماجد مالك؟ شربت حاجات كتير قوي. ربيت الزفت وسنينه ورايا ورايا. ماجد في ايه يا حبيبي؟ يا رشا رشا يا حبيبي مالك في ايه؟ ايوه استني، اعمل لي قهوه ساده بسرعه. ماجد ماجد انت بتعمل فيا كده ليه؟ حرام عليك حرام عليك. اوه خاطر، يلا يلا بسرعه. ان شاء الله تروق احلى يا باشا، بس خلي بالك من انا كده يا باشا ولهيني على طول. انا عايزك تاخد البضاعه دي. كل البضاعه دي يا سعاده الباشا اخدها ليه انا؟ لا مش ليك، دي هتوصلها لتاجر شبرا، هديك نمرته ورجالته هيبقوا ياخدوها منك. باشا بس ده اول مره تخليني اوصل كميه زي دي. ماشي، طب لو مؤاخذه بقى يا باشا، وعمولتي محفوظه، بس لما تخلص العمليه وسيبني دلوقتي يلا، عشان جاي لي وفد من قبرص. الله اكبر يا باشا الله اكبر، واحنا بقينا نصدر بره ولا ايه؟ خليك في حالك يا تربه. حاضر يا باشا، ربنا يخليك لمصر كلها. بالاذن يا سعاده الباشا. انت كويس دلوقتي يا حبيبي؟ اه الحمد لله. ممكن اعرف انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ انا ما عملتش حاجه، انا كنت قاعد بكتب اغنيه ولقيتها مش جايبه معايا، قلت اعمل دماغي يمكن تيجي. ضربت سجارتين فجأة لقيت نفسي ضرب سطرين على ازازتين بيرة، انا حكيت الدنيا حصل اللي حصل. بس الاغاني ما بتتكتبش بسطرين ولا بتتكتب بازازتين، فوق بقى من الصوت اللي انت فيه ده. في ايه بس يا حبيبتي؟ يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت فاكر ان انت عايش لوحدك، انا مسؤوله منك. يا اخي حرام عليك، انا مش حامل الكلام ده، ده انا قلبي وقع من الخطه. انت كل اللي انت عاملاه ده عشان بتخافي عليا صح؟ طبعا بخاف عليك، عشان بحبك وعشان عايزك معايا. بس عايز اعرف انت بتعمل كل ده ليه؟ انا كنت عايز اكتب لك اغنيه حلوه تليق بيك تنجحي بيها. مش انا جوزك؟ اه جوزي، بس لو شربت المحيط كله مش هتعرف تكتب بالطريقه دي. ليه بس يا حبيبتي بتقولي كده؟ عشان انت مش موهوب اصلا، ولو كنت موهوب يا حبيبي كان الكلام طلع لوحده، وهي دي الحقيقه اللي لازم تعرفها يا ماجد. حقيقة ايه؟ دي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه؟ فكك من الاغاني والشعر والكلام ده. انت الاغنيتين اللي كتبتهم لي دول جم معاك باي لك، وحط في دماغك من دلوقتي انت جوزي ومدير اعمالي وحمايتي وبس. دي اول مره تتكلمي معايا بالاسلوب ده، اول مره تبقى طريقتك معايا كده. في ايه؟ مالك؟ ماجد انت رايح في سكه انا مش هعرف ارجعك منها، ولو عشان تكتب لي اغاني توصل المرحله اللي انت كنت فيها دي يبقى مفيش شعر ومفيش شرب. اسمعي يا ياسمينة، انا اعمل اللي انا عايزه، مش انت اللي تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه. انا هكتب شعر وهشرب وهعمل اللي انا عايزه، واذا كان عاجبك كمان. انت رايح فين يا ماجد؟ 60 داهيه. بطلي عياطي يا سوسو هتفضحينا. سوري يا سوسو.
انا عارف ان انا السبب في كل ده، ما تزعلش مني يا سماح. بس تعبت منك، حاسه انا من نفسي قوي. خلاص بقى يا اختي ما تزعليش نفسك، اهو هندخل للدكتور وهيتصرف. حظي وحش قوي، حاسه ان كل الناس عارفه بتتفرج عليا. ما كل الناس هنا كده، في ايه يا نادي؟ خلاص كلها سوا تبقى زي الفل. جهاد شاوي اتفضل. قوم يلا يا سوسو. كويس ان الحمل لسه في اوله، لان كل ما طالت فتره الحمل كل ما تعبت في العمليه اكتر. الحمد لله. طب العمليه دي هتتكلف كام يا دكتور؟ انا ما بتكلمش في الفلوس، حضرتك هتقابل الممرضه بره هتكتب لك كل المطلوب في ورقه وتديها لك. خلاص بقى طمني، ما انا قلت لك الممرضه هتتصرف. الو ايه يا عمان، انت اتاخرت كده ليه؟ الدنيا مش امان. عموما كلامك مع الباشا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ فيه؟ اسكت. ايه ما عملتش حاجه فيه؟ قلت لك اسكت. الله يا جماعه انا في ايه اللي انتوا يا باشا افتح الصندوق ده يالا. اه يا باشا الصندوق ما فيهوش اي حاجه. قلت لك افتح الصندوق يالا، معاك مفتاح تفتحه ولا بنكسره بقرفته وبعد كده تكسر دماغك؟ معايا يا باشا المفتاح، بس انت معاك اذن من النيابه. قلت لك اخلص يالا. اتفضل يا باشا افتحها اهو. يا باشا مفيش حاجة قلت لك والله. اسكت. الله 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 الله، ده الواحد ما كانش يعرف ان الجواز حلو كده. العسل العسل. اديك عرفت يا اخوي، وخليك عارف برضو ان لو عينك ضغط كده ولا كده هغزقها لك يا طارق. عليك يا زين، ده هي لسه صغير عليك يا والله. مش قلت لك تقفل البتاع ده؟ استني بس يا زينة، ده شكله رقم مهم كله صفار. ده وقته. استني بس اشوف نوره. الو يا باشا، عزام عليك طلعت مع حضرتك يا باشا. ماشي يا باشا، ماشي يا باشا، معاليك هكون عند معاليك فورا. يلا سلام. في ايه اللي حصل؟ في ايه يا طلق؟ ما ترد. الحق يا باشا، طلبة اتمسك. معاليك مش هتعرف تعمل له اي حاجة، اصل انا اخته عامله لي عوق في البيت، اصل اخته مراتي. والمصيبة ان احنا لسه متجوزين قريب، ده يعتبر اول يوم لينا في الجواز. على العموم مش هيقدر يطلع قبل ما تعرض على النيابة، ساعتها بقى نقوم له محامي ونشوف له اي ثغرة قانونية كده يطلعوا بيها، بس ده مش هيحصل قبل شهر ونص شهرين. شهر ونص شهرين؟ ده كانت اخته تعمل لي مناحة في البيت. بقول لك يا طلعت، ما تسيبك من طلبة بقى وتخليك انت الراجل بتاعي في منطقتك. انا هديك البضاعة وما تبيعها يبقى ابعت لي فلوس. ها قلت ايه؟ طب لما طلبة يخرج من السجن انت عايز تشتغل ولا لا؟ عايز اشتغل، ده انا نفسي اشتغل، نفسي ابقى امبراطور كبير، بس تحت ايدك طبعا يا باشا. خلاص انا هخليهم يجهزوا لك البضاعه. طلعت يا باشا ركز معايا شويه، انا مش عايزك تشتغل في منطقتك وبس، لا انا اهم حاجه عندي شباب الجامعه، عايز الكل يدرك اللي معاه واللي ما معهوش، عايزهم يتلقوا على الاخر، مش عايزهم يتكلموا في السياسه. العب على دماغك يا باشا، دماغك سم طبعا. وانت باشا ازاي؟ الا ما مخ وعضلات. هتعرف تنفذ الكلام ده؟ دراعك اليمين يا بص.